بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاكو مهندسة ولاء. تمام، النهاردة هنشرح ان شاء الله اول درس في السكند تيرم الميدل 3 تالتة اعدادي في الجيومتري، لان كتير طلبوا مني الجيومتري. اليونت كلها زي ما احنا شايفين كده بتتكلم على ايه؟ على السيركل. تمام، طبعا في اقاويل كتير ان الجيومتري الترم التاني في ثالثة اعدادي صعبة جدا. لا، هي مش صعبة، بالعكس هي لذيذة جدا، والسيركل من ألذ الحاجات اللي ممكن احنا ندرسها، لان القوانين بتاعتها حلوة وسهلة، بس داخل معاها شوية قوانين رولز لفيجرز تانية زي اللاين سيجمنتس في الباراليزم مثلا، والميديانز والايكولاترال تريانجلز والايسوسيلس تريانجلز والرولز بتاعتهم والبارالليلز. فهي عباره عن تجميعه كده من الرولز اللي خدناها على الفيجرز العاديه مع الايه؟ مع السيركل. تمام، اهم حاجه بس يكون ذهننا حاضر ونعرف ازاي نجيب الفكره بتاعه المساله دي. انما معظم الافكار طبعا لو حلينا افكار كتير بالنسبه لنا هيبقى الدرس سهل ولذيذ. اول درس معانا اللي هو البيزك ديفينيشنز اند كونسبتس اوف سيركل، ده لسه بسم الله الرحمن الرحيم اللي احنا هناخده، اللي هو البيزك ديفينيشنز. اول حاجه عندي الديفينيشن بتاع السيركل. السيركل دي هي عباره عن لاين، سيركلر لاين. تمام، الستارت بوينت بتاعته هي الاند بوينت ايه بتاعته. طيب ايه الديفينيشن بقى، يعني المصطلح بتاعه العلمي؟ السيركل از ذا سيت اوف بوينتس اوف ذا بلين، تمام، which are at a constant distance from a fixed point in the same plane. يبقى ده الديفينيشن بتاع الايه؟ بتاع السيركل. هو عباره عن سيت اوف بوينتس، تمام، اللي هي البوينتس اللي على اللاين ده، which are at a constant distance، على constant distance من ايه؟ من a fixed point اللي هي الام، اللي هي السنتر اوف ايه؟ السنتر اوف سيركل. تمام، in the same plane، هي في السيم بلين بتاع البوينت، في السيم بلين بتاع السيركل. خلاص، الفيكسد بوينت دي اسمها السيركل، سوري السنتر اوف سيركل. تمام، والكونستنت ديستانس دي اللي هي الراديوس بتاع الراديوس لينث بتاع الايه؟ بتاع السيركل. ودايما لما نيجي نعمل نيمينج للسيركل بنعمل لها نيم باسم البوينت بتاع السنتر. يعني دي مثلا سيركل ام، لو البوينت دي اسمها اكس يبقى دي سيركل ايه؟ سيركل اكس. تمام، طيب في بقى ايه البارتيشنز بتاعت البلين بتاع السيركل؟ انا السيركل عندي بتعمل ديفايدنج للبلين لثري بارتس او ثري بارتيشنز. تمام، في السيت اوف بوينتس اون ذا سيركل، وهي البوينتس اللي هي على اللاين بتاع السيركل نفسه او السيركمفيرنس بتاع السيركل نفسه. تمام، وفي سيت اوف بوينتس انسايد ذا سيركل اللي هي اللي جوه السيركل دي زي دي واي واف. تمام، وفي points outside the circle اللي هي زي ال A وال K وال Z وال G. تمام، يبقى أنا عندي three partitions of A of plane. تمام، بتقسمها لي السيركل، set of points on the circle, set of points inside the circle, and set of points outside the A the circle. بعد كده عندي حاجة اسمها ال surface of circle. يبقى أنا عندي حاجتين، حاجة اسمها circle وحاجة اسمها center of A center of circle sorry surface of circle. طيب ال surface of circle ده هو عبارة عن ال points، ال set of points on the circle اللي هي على line أو على circumference بتاع ال circle، union the set of points inside the A inside the circle. تمام، طيب ايه ال difference between ال surface of the circle و ال circle نفسها؟ اوضحه بحاجه بسيطه جدا. انا لو عندي هنا في straight line، تمام، intersecting، تمام، او cuts ال A circle. تمام، خلاص، ال intersection between line AB ال line segment AB و ال circle نفسها هي ال two points C and A and D. يبقى ال intersection between line segment AB and the circle M equal the set of A of points C and A C and D. تمام، أما ال intersection of the line segment AB and the surface of the circle، تمام، هيدينا
النمبر اوف بوينتس دي اللي هي عبارة عن اللاين سيجمنت سي دي، تمام، عبارة عن اللاين سيجمنت اي سي دي. اما الانترسكشن بتوين اللاين سيجمنت اي بي والسيركل هو عبارة عن التو بوينتس بس اللي هما السي والدي. اما الانترسكشن بتوين اللاين سيجمنت والسيرفيس اوف ذا سيركل يعني المساحة دي كلها عبارة عن اللاين سيجمنت اي سي دي، تمام. البوينت ام اللي هي السنتر اوف ذا سيركل، تمام، دي بيلونج للسيرفيس اوف ذا سيركل. ليه؟ لان هي بيلونج للمنطقة دي كلها، اما هي نون بيلونج للسيركل لان السيركل هي عبارة عن البوينتس اللي هي اراوند دي، تمام، اللي هي على السيركمفيرنس بتاع السيركل. وطبعا الام اتس نوت وان اوف ذم، فيبقى الام نون بيلونج تو ذا سيركل ام، بات ام بيلونج تو ذا سيرفيس اوف ذا سيركل ام، تمام. طيب بعد كده الراديوس اوف ذا سيركل، ايه الديفينيشن بتاع الراديوس اوف ذا سيركل؟ الراديوس اوف ذا سيركل اتس ذا لاين سيجمنت ويز وان اند بوينت ات ذا سنتر اوف ذا سيركل اند ذا اذر اند بوينت اون ذا سيركل. يعني ايه؟ يعني الراديوس عندي عباره عن two points, line segment with two points. The start point اللي هي الام اللي هي center of the circle والother point اللي هي any point on the circle. يعني ام بي ده radius, ام اي ده radius, ام سي ده radius. كل دول equal in length اللي هو equal a radius length of the circle. طيب any circle has infinite number of radius and all of them are equal in a equal in length. If two radius of two circles are equal in length, يعني لو عندي circle تانية دي مثلا r equal 5 centimeter وفي radius وفي circle تانية ال radius بتاعها برضو equal 5 centimeter، يبقى ال two circles دول are congruent، تمام. طيب حاجة تانية belong لل حاجة تانية belong ل ال circle وهي ال chord of the circle. ايه هو ال chord of the circle؟ الكورد it's the line segment whose end points are any two points on the circle. زي ايه؟ زي الاي بي والاي سي والبي سي والاف. الاف اي مش كورد، ليه؟ لان الاي هنا non belong to the circle، تمام. يبقى الكورد هنا اللي هو الحد البوينت الانترسكتنج بتاعت الاي بتاعت اللاين مع السيركل، انما الاف اي كلها ده ما يعتبرش كورد. اما الاي بي والاي سي والبي سي دول كلهم ايه؟ كوردز اوف ذا سيركل ام. طيب بعد كده يبقى الكورد هو عباره عن لاين سيجمنتس الاند بوينتس بتوعه هم اني تو بوينتس اون اي اون ذا سيركل. طيب بعد كده عندي الديامتر بتاع السيركل اتس ا كورد. ليه كورد؟ عشان هو لاين سيجمنتس الاند بوينتس بتوعه two points on the circle أو اللي هي الـ A والـ B، تمام؟ but it passes through the center of the circle. وساعتها بنقول إن الـ diameter هو longest chord in the circle. هو longest chord in the circle passing through الـ center of the circle اللي هو الـ diameter، تمام؟ الـ diameter ده عبارة عن two of the radius length. يعني length of diameter equal to of the radius length. يعني D equal to R. تمام؟ زي ما احنا قلنا قبل كده ان ال circle has infinite number of radius. تمام؟ وكلهم equal in length. برضو بنقول ان طبعا هيبقى ال consequent الخاصة بال radius دي ان برضو any circle has infinite number of diameters، تمام، وكلهم برضو all of them are equal in length. وان ال diameter عندي قلنا هو longest chord of the circle واللength بتاعه عبارة عن equal to r او two radius a two radius length. طب ازاي اعمل proof ده لده؟ عندي هنا هنقول ان ال circle md فيها ac chord، تمام، والmc ده diameter sorry radius، والma ده radius، والmb ده برضو radius، تمام، في التريانجل AMC. طبعا احنا خدنا قبل كده في الانيكواليتيز بتاعت التريانجل، تمام، ان السم of the length of any two sides in the triangle greater than or more than the third side. يبقى انا عندي ان ال AM تمام plus MC greater than AC.
اللي هو الكورد، يعني الراديوس بلس الراديوس greater than ال length of A of the cord. وطالما عندي ان ال MC equal ال MB since، تمام، يبقى therefore ان لو بدلنا ال MC بال MB يبقى AM plus MB greater than ال AC، نفس ال inequality. تمام. طيب ال AM plus ال MB اللي هو عبارة عن ال diameter length اللي هو ال AB، يبقى ال AB greater than ال AC، يبقى عندي ال diameter AB is longer than the chord AC، اللي هو بيعمل لي proof ان ال diameter هو ال longest chord of the A of the circle. بعد كده ال calculations بقى بتاعت ال circle، بيقول لي ال circumference of the circle and its area. احنا كنا خدناها قبل كده طبعا من زمان، ان ال circumference of the circle عبارة عن 2 by r، والباي دي ساعات بيسيبها كده او ساعات بيقول لنا ان هي equal 22 over 7 او ساعات بيقول لنا ان هي equal 3.14 على حسب ما هو بيدينا في ال question، احنا بنحسبها على اساسها. وطبعا ال circumference بيبقى عبارة عن length units، ال unit بتاعته بتبقى بال length units. اما ال area of the circle هي عبارة عن equal by times r square، وبتبقى square units، وال r ده اللي هو radius length of a of the circle. زي هنا عندي كده بيقول لي the circle whose radius length is 7 cm، يبقى ال circumference equal 2 by r equal 2 times 22 over 7 times 7 equal 44 cm، وال باي ار سكوير اللي هي الاريا equal 22 over 7 times 7 سكوير equal 154 سنتيمتر سكوير. طبعا دي دايركت كويستشنز، يعني مش للدرجه دي احنا ايه هاجينا الحاجات دي، ممكن تجي لنا في الكومبليت انما ما تجيلناش طبعا كمساله في الامتحان. ندخل على الجد. انا عندي هنا بيقول لي in the opposite figure الميجرمنت اوف انجل اي دي ام equal 15 degree و measurement of angle MAC equal 60 degree وإن ال AC equal 5 سنتيمتر. تمام؟ calculate the area of the circle M. عشان أجيب ال area of circle M لازم أجيب ال A، لازم أجيب ال radius. ال radius اللي هو فين؟ اللي هو length of ال AM أو length of ال MD. تمام. طيب انا هقول ايه؟ انا هقول since ان ال MA equal ال MD equal R، يبقى ده كده isosceles A isosceles triangle. تمام. يبقى therefore ان ال base angles بتوعي RA are equal in measure، يبقى ال angle DAM برضو equal كام؟ equal 15 degree. اوكي 15. تمام. طيب الترينجل دي ام اي عندي هنا قلنا ان دي 15 ودي 15 ديجري. تمام. طيب الانجل اي ام سي دي اكستيرير انجل للترينجل دي ام اي، الميجرمنت بتاعها ايكوال ايه؟ ايكوال السم اوف ذا تو انتيرير انجلز اكسبت ادجيسنت. يعني ايه هيبقى ايكوال؟ الميجرمنت بتاعها هيبقى ايكوال 15 بلس 15 ايكوال كام؟ ايكوال 30 ديجري. تمام. وبعدين دي 30 ديجري وسنس دي 60 ديجري، يبقى ميجرمنت انجل ام سي اي ايكوال 90 ديجري. يبقى ده الترينجل ده 30 اي 30 60. طيب في الترينجل ال 30 60، تمام، اللانث او اللانث of the side opposite to the 30 degree angle equal half the hypotenuse، يعني ان CA equal half MA. تمام. طب يبقى ال MA equal 2 CA، يبقى MA equal 2 times 5 centimeter equal 10 centimeter. وسنس ان ال MA equal R، يبقى ال R هنا equal 10 centimeter، يبقى the area of the circle M equal by R square اللي هي equal 3.14 times 10 square equal 314 centimeter square. ده ال required بتاعنا. هنا عندي في ال try by yourself. تمام. عندي ال circle هنا M. okay. ال MA equal ال MB equal R، ده R وده R، يبقى ال triangle AMB ده isosceles triangle، دي 30 degree، يبقى ال base angles are equal، يبقى دي كمان 30 degree.
تمام، يبقى ال x هنا equal 180 minus 60 equal 120 degree. تمام، طيب نيجي هنا ال ال circle M، وهنا في ال MD equal ال MC equal A equal R، ده R وده A وده R، وعندك قايل هنا ان DA equal ال DM، يبقى ال triangle ADM ده isosceles triangle. isosceles triangle يبقى دي كمان هتبقى كام؟ هتبقى 25 degree. تمام، يبقى ال measurement of angle D اوكي اللي هي هتبقى كام؟ هتبقى 180 minus 50 هتبقى 130 degree، ودي كده supplementary angles. يبقى ال x هنا هيبقى equal 100 او exterior angle، يعني يجيبها كده يجيبها كده، دي exterior angle equal ال 2 interior angles except ال adjacent، يبقى x هيبقى equal 25 plus 25 equal 50 degree، او هتبقى equal 180 minus 130 برضه هتبقى 50 degree. تمام، طيب انا عندي هنا دي 50 degree ال x، ال MD equal ال MC، يعني ده كمان ال triangle DMC برضو isosceles triangle، دي 50 degree، هيبقى ال base angle التانية برضو 50 degree. تمام، يبقى ال Y هيبقى equal 180 minus 100 هتبقى 80 degree. طيب نيجي نشوف هنا ال circle M ده 10 سنتيمتر، اوكي ده هنا كده دي 25 وده 25، دول كده bisector. تمام، يبقى دي 25 ودي 25 وده R وده R. تمام، وده common side، فأنا عندي ال two triangles دول AMB و AMC، فيهم ايه؟ فيهم ال AM common side، تمام، وال MB equal ال MC، اوكي، و measurement angle AMB equal measurement angle AMC، دي included angle، يبقى ده ال condition of congruency اللي هو ايه؟ اللي هو S A S two sides and angle included، يبقى ال triangle AMB congruent لل triangle AMC، يبقى therefore ان ال AB equal ال AC equal كام؟ equal 10 سنتيمتر. طيب هو عايز ايه بقى؟ هو عايز ان ال Y equal كام؟ انا عندي ال MA equal ال MB، تمام، وال MA equal ال MC، يبقى ال triangle AMC ده isosceles triangle، يبقى ال base angles are equal in measure، يبقى ال Y هتبقى equal 180 minus 25 divided by A divided by 2. تمام، طيب أنا عندي 180 minus 25 هيبقى equal كام؟ هيبقى equal 155. 155 تمام divided by 2 هيديني 77.5 degree. اوكي طيب بعد كده احنا قلنا ان انا عندي اي circle تمام فيها ليها infinite number of radius and infinite number of diameters. ال diameters وال radius، ال radius طبعا بيبقى ال start point بتاعته اللي هي ال center، وال radius بيبقى ال end points بتوعه 2 points on the circle و passing through the A the center of the circle اللي هي ال M. يبقى احنا هنا considering in any line passing through the center of the circle اللي هو ال point M مثلا زي هنا is an axis of A of symmetry. Since the number of these straight lines are infinite, يبقى ال circle has infinite number of axes of A of symmetry. بعد كده عندي important corollaries. تمام؟ ال corollaries دي بتقول ايه؟ أول حاجة بيقول لي إن ال straight line that passing through the center of the circle and the midpoint of any chord، ال chord قلنا اللي هو line segment joining two points on the circle. تمام، يبقى the straight line passing through the center of the circle and the midpoint of any chord of it، تمام، بس ما يكونش diameter، يعني ما يكونش passing through the center هو كمان، is perpendicular to this chord، يعني line ده هيبقى passing through the center و passing through the midpoint of AB
هيبقى perpendicular ال MC perpendicular on AB. والعكس صحيح. Any line, straight line passing through the center of the circle and perpendicular to any chord of it bisecting the A, the chord. يبقى ال M line passing through M و perpendicular على ال chord AB, يبقى ساعتها ال C دي ال midpoint, يبقى AC equal BC. طيب العكس بقى, the perpendicular bisector. يعني ايه perpendicular bisector؟ يعني perpendicular على ال chord و bisecting ال chord. تمام, perpendicular bisector to any chord of a circle passes through the center of the circle. يعني انا لو عندي line perpendicular و bisecting ال chord, يبقى اكيد هو passing through the center of A of the circle. تمام, طيب يبقى انا عندي من هنا ان الاكسس اوف سيمتري اوف اني كورد اوف ا سيركل باسس ثرو اتس سنتر, يعتبر اكسس اوف سيمتري اوف ذيس اي اوف ذيس سيركل. يعني انا لو مديت ده كده, ده كده هيبقى اكسس اوف سيمتري اوف اي اوف ذا سيركل. يبقى اني لاين سيجمنت باسس ثرو ذا سنتر اند ذا ميد بوينت اوف ا كورد بيربنديكولار اون ات, it's considered as a line of symmetry of this A of this circle. طيب نيجي نشوف سؤال زي ده. Example بيقول لي if AB is a chord of the circle M و C is the midpoint of AB. تمام, و measurement of angle BMC equals 63 degree. Find the measurement of angle M A B. عايز الانجل دي. تمام, هقول ايه؟ هقول since ان A B is a chord of the circle M and C is the midpoint of A B, therefore اللي هي الكونديشن التالت. يعني احنا عندنا 3 كونديشن, ان هو line segment passes through ال center of the M of the circle و bisecting ال chord, يبقى perpendicular على ال chord. اي كونديشن, اي 2 كونديشنز من التلاتة دول لو اتحقق يبقى التالت متحقق. فانا عندي ان ده ال MC passing through ال M و bisecting ال chord AC, يبقى perpendicular on A, perpendicular on AB on chord ده. تمام, يبقى measurement angle MCA equal measurement angle MCB equal 90 degree. و since ان ال measurement of angle BMC equal 63 degree, تمام, يبقى measurement angle MBC equal كام؟ equal 180 minus 90 plus 63. تمام, equal كام؟ equal 27 degree. طيب since ان MA equal MB equal R, يبقى ال triangle MAB ده isosceles triangle, يبقى therefore measurement of angle MBA equal measurement angle MAB equal 27 degree. تمام, طيب شوف question تاني. عندي ال circle M ال center بتاعها point M و AB is a chord MC perpendicular on AB. تمام, length of MC equal 3 cm و length of MA 5 cm. اوكي, عايز ال length of AB. طيب انا هقول since ان MC perpendicular on AB, يبقى therefore ان measurement of angle MCA equal 90 degree. يبقى ال AC من Pythagoras equal MA square AC square equal MA square اللي هو ال hypotenuse square minus 3 square, هيديني ده 4 سنتيمتر. واحنا عندنا already ان في حاجات كده ارقام محفوظه لل right angle to triangle بال Pythagoras, ان هو ال triangle 3 4 5. اوكي, نفسها اللي هي 6 8 10. طيب يبقى ال AC انا جبته 4 سنتيمتر, و since ان MC perpendicular on AB, يبقى C is the midpoint of AB اللي هو الكونديشن التالت, line passing through ال center perpendicular و bisecting ال chord. يبقى C is the midpoint of AB, يبقى AB equal 2AC equal 8 سنتيمتر. D4 و D4 يبقى كلها 8A 8 سنتيمتر.
نشوف question تاني. بيقول لي ادي دي سيركل ام تمام، ان الاي بي ده كورد، اوكي الاي بي كورد، في الاي دي، دي از ذا ميد بوينت اوف اي بي، والاي برضو اي سي از ا كورد، الاي از ذا ميد بوينت اوف اي سي. وعندي ان الام بي الام دي تمام، وعندي ام اي. طيب انا هقول since ان دي از ذا ميد بوينت اوف اي بي، therefore ام دي بيربنديكولار اون اي اون اي بي، يبقى دي 90 ديجري. و since ان الاي ميد بوينت اوف اي سي، therefore ان الام اي بيربنديكولار، تمام اللي هو الكونديشن التالت. و since ان الاي دي ام اي از كوادريلاترال، تمام يبقى therefore طبعا احنا عارفين ان ال sum of measure of interior angles of any quadrilateral equal 360 degree. فيبقى عندي ال measurement of angle DME equal 360 minus 56 minus 90 minus 90 هيطلع عندي 124 degree. تمام ده كان اول لسن كده على السريع للسيركل. اوكي 3 conditions، اي اتنين يتحققوا منهم يبقى التالت ان هو passing through the center و bisecting the chord و perpendicular على الكورد، اي اتنين يتحققوا منهم هيبقى التالت. نراجع على الميديان، الميديان هو ال line segment joining between ال vertex بتاعت ال triangle و ال midpoint بتاعت ال side اللي هو ال opposite لل this vertex. تمام في ال right angle to triangle بيبقى ال side اللي هو opposite لل 30 degree بيبقى half ال hypotenuse. تمام والميديان كمان بيبقى اللينث بتاعه equal half length of hypotenuse. تمام والsum of interior angle of of quadrilateral equal 360 degree، وان ال exterior angle بتاعت any triangle equal ال sum of two interior angles except ال adjacent. تمام دي كلها rules كده تعتبر مراجعة كده عليها بتساعدنا في حل ال questions بتاعت أول درس. و إن شاء الله في ال description تحت الفيديو هتلاقوا اللينك بتاع الحل اللي هو exercise 1-1 بتاع الجيومتري بتاع الليسون ده من على البيج بتاعتي على الفيسبوك. لو سمحتوا لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب في القناة ولايك للفيديو وشير عشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وكمان اعملوا لايك للفيسبوك بتاعتي على الفيسبوك بيج بتاعتي علشان يوصلكم حل الاكسرسايزز كلها اول باول، وكمان يوصلكم الفيديوز واللايفز اللي احنا بنعملها ايام الامتحانات. وبالتوفيق لابني وليكم يا رب، وربنا معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.